اهلا بارك. تفضل. زندين. الترجي التونسي. اخذ الترجي التونسي. الترجي التونسي. شكرا. الترجي التونسي مربع اثنين. دربي كذا الاهلي والفيصلي من الف ومن باء. الاهلي المصري. اهلا وسهلا. اهلا تفضل. الاهلي المصري بألف ايه واتحاد الفتح اخر كرة. تفضل. نادي الفيصل الأردني. نادي الفيصلي الأردني. وبذلك تكون اكتملت عندنا الفرق الأربعة كل في مباريات دور النصف النهائي. أستاذ محمد الآن. شكرا دكتور. وإذن الآن بين أنه المباراة الأولى تكون يوم 2 أغسطس بين الأهلي والفيصلي على ملعب برج العرب، والمباراة الثانية يوم 3 أغسطس بين الترجي والفتح المغربي في ملعب اسكندرية. ونتمنى النجاح لكل الفرق وليكسب الأحسن إن شاء الله. فالآن مباشرة هذه بعض الإحصائيات للإخوة الصحفيين، وأيضا إذا هناك أسئلة حنجاوب عليها إن شاء الله، حتى الإخوة تبع ممكن تأخذوا انطباعات الإخوة ممثلين الفرق والمدربين بعد هذه 10 دقائق.